ناصر ابن الوليد التابعة لقطاع باب نصر الخطاب التابعة للواء التوحيد لإصدار بيان للجيش الأسد الخائن حتى ينشقوا قبل أن ينتهي الأمر بهم. بيان صادر عن قيادة الجيش السوري الحر. بيان صادر عن قيادة الجيش السوري الحر قطاع الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الجنود السوريون الشرفاء، في جيش نظام الأسد الخائن، أنتم إخواننا ونحن إخوانكم، نحن أبناء بلد واحد، دماؤكم غالية علينا وأعراضكم أعراضنا. نحن لا نريد سفك دمائكم، ونحن لا نريد قتلكم، لأنكم إخواننا. تعالوا إلينا وانشقوا عن هذا النظام الساقط، وعودوا إلى بيوتكم سالمين آمنين، وعفى الله عما مضى، واحقنوا دماءكم الزكية، ولكم علينا العهد والأمان بأن لا يمسكم منا أي سوء أبدا. واسألوا من سبقكم بالانشقاق عن جيشكم. يا صاحب الرشاش لا اضرب، اسمعني عم بحكي. واسألوا من سبقكم بالانشقاق عن جيشكم حول حسن معاملتنا لهم. نبشركم أنه تم بفضل الله تعالى، ثم بفضل المجاهدين الأبطال من الجيش السوري الحر، تحرير القطع العسكرية التالية: كلية المشاة شمال حلب، الكتيبة 91 من الفوج 147 مداهمة قوات خاصة، يا رشاش اسمعني عم بحكي، اسمع بعدين جاوبني. كلية الشؤون الفنية، كلية الشؤون الإدارية، الكتيبة 111 ومعامل الدفاع في دارة عزة، كتيبة الدفاع الجوي في حندرات. وتم تحرير سجن الأحداث والمنطقة الحرة في المسلمية شمال حلب. والآن تقوم قوات الجيش السوري الحر البطل بحصار مطاري منك وكبيرس، يا ابني حاج تضرب اسمعني، وغيرها من القطع العسكرية. بادروا بالانشقاق فورا والتواصل مع عناصرنا المتواجدة على الحواجز على مدار 24 ساعة. ولكم منا العهد والأمان، والسلام عليكم ورحمة الله. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. قوية بس يا ودوشكا، بس عم تروح ذخيرتك على الفاضي، عفنا إياها جيش عندك.